قبل المحيط وقبل الوزن المحيط. يعني ممكن ايه ممكن الدكتوره اللي قبل يعني حضرتك لو تعمل لنا تحويل كده تقولي لما بقيت 20 ان لما يشوف المحيط مثلا 20 سنتي يبقى الوزن متوقع في حته كذا. ما انت عارف يا حبيبي يعني هي ايه، هي مش بتيجي ان انا اعملها، ده هي شركات عاملاها بيضاويه بناء على انما على الاقل بنهيئ لهم الورقه دي تبقى متاحه. يعني احنا سحر مصدرها في ان نجيبها ونعملها له بجدول نوزعها على اخواننا في كل حته. يا عم ده اسهل حاجه اجيب الحاج بتاعي في العدو يعمل كده. يعني لازم تشوف الوسيله اللي احنا بقى اللي ما يتكسرش ما يقولش اعمل لسه هروح اوزع وقدم كام شهر اما تنزل وسيله ثاني جدا. وبعدين برضه اما اجي اودن حضرتك يعني اودن ايه؟ اودن في نفس الحال، يعني مش اودن المره اللي فاتت وهو صايم، المره الثانيه اودن وهو واكل، لا ما دام صايم انا ماشي اتفتها وهو صايم على طول. طيب بالنسبه مع دراسه الفرديه يعني يكون موجود معاك نفسك. يعني انا هقول لحضرتك انا قلتها المره اللي فاتت. تكوينها يعني. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا القاعده عندنا 50 كيلو. اقطع كده عشان ما اشرحش للزملاء. ما حضرتك انا هقولها ببساطه كده. كل 50 كيلو احنا بندي لهم كيلو علف ونص كيلو قش رز او كده. او في قاعده ثانيه يقول لك كل واحد في 100 من وزن الحيوان. وهي هي يعني انت مثلا عندك واحد 100 كيلو برضه لو حسبناها 1% هي هتبقى كام؟ يعني هتبقى اللي هي 100 كيلو. يعني كل 50 كيلو من وزن الحيوان حي تدي لهم كيلو عسل. دي قاعده ماشيه لحد مثلا 200 300 كيلو. بعد كده تزود شويه. تزود تخليها تركيبه العلف يعني انا عامله هنا تركيبه علفيه انا ماشيه بيها يعني ممكن اديها لحضرتك. تقريبا هنا هي انا عندي مثلا بدي 50% من التركيب ذره، 15% نفاله او رده، 20% مستخلص، و10% كتان مستخلص صديقتك و5% قطن اللي هو صويا. دي انا ماشيه على التركيبه دي كويسه جدا وبتدي عندي معدلات كويسه. وزي ما قلت لحضرتك انت هتدي القاعده هي 5 1% من وزن الحيوان علف وتديله 0.5% تبن او قش رز، ولو عندك جنيس برضه تدي 0.5%. لو عندك علقه خضراء دي 2% بالنسبه للتسمين، لكن الالبان تدي لحد 5% من وزن الحيوان علقه خضراء سواء برسيم او زراعه. برضه كنا قلناها في حكايه اللبن، احنا قلنا كل كيلو لبن بقري ياخد نص كيلو علف، كل كيلو لبن جاموس يديله 3/4 كيلو علف. يعني اشوف هي بتاخد مثلا قد ايه عندي، بتجيب لي كام كيلو لبن، اذا كان بقى ايه قد ايه؟ اذا كان جاموس يبقى 3/3 كيلو هديله نص كيلو علف. بقى ده لو بقى كل كيلو لبن جاموس يديله 3/4 كيلو علف. بس برضو انا ستيل مصمم على انك تجيب لنا الشريط ده وتقول لنا ونبعت لهم رقمنا سيريز الحته يبقى معلش ما احنا الان نعمل انا الحصول الجدول ان لو لقيت المحيط بتاع الحيوان كده طلع كذا سنتي يبقى وزن تقريبي كذا، يبقى كذا سنتي يبقى وزن تقريبي كذا، على اساس انه الراجل يعرف اذا كان النمو عنده في التسميد مظبوط. او انت تجيبه للراجل شويه تليفون ويتخبط يعني هيعرف الوزن عالي ولا ايه جميل جدا احنا نرفعهم ونزل في البناء قبل نسمع بقى طبعا لحمة عدنية وشوف ما نحط عظم حضر جدا بس يبقى 1% اسمح لنا بقى نستمع للاخ العزيز الدكتور سعيد في مجال الصناعه الغذائيه والمطاعمه. السلام عليكم. شرفنا ان اكون اول مره مع المجموعه ومع الدكتور محمد وزملائي الاعزاء. وبعدين طبعا طالما الدكتوره لم ابتدت تغذيه الحيوان نبتدي احنا تغذيه الانسان. بس هو الانسان بيغذى مش عشان يتسمن ولكن عشان يحافظ على صحته.
طالما اتكلمت برضه في المحيط دي خدمة سريعة كده، الإنسان برضه يقدر يعرف وزنه المثالي عن طريق الطول بتاعه، لو طرح منه 100 يطلع الوزن بتاعه. هذا المفروض بلس هرمون بيساعد الوزن المثالي. الطول مع الوزن، الطول ناقص 100 يساوي الوزن. انا سي انك عندك طولك 170 سنتي، لو طرحنا يبقى الوزن المثالي بتاعك 170 ناقص 100 يبقى 70. هنزود 2 3 كيلو فوق او تحت في هذه الحاله. زاد عن كده يبقى بقى في كرش وفي دهن وفي مشاكل صحيه. ماشي حضرتك؟ قال عن كده يبقى في انيميا او في امراض بتعوق عمليه الهضم عندك. يعني اذا هي بس ايه دي برضو عمليه تقريبيه، يعني من ايه 100 ناقص الطول يساوي الوزن المثالي. ودي برضو ما هيش عايزه ميزان برضو زي الدكتوره الوزن الانسان يعني. والمفروض برضو على فكره متابعه الوزن بتاع الانسان المفروض تبقى متابعه، يعني على اساس ان هو برضو اي تغيرات او اي حالات مرضيه بتنعكس على الوزن بتاع الانسان. طيب في مقوله دايما يقول لك الجسم السليم في العقل السليم، مش كده؟ جماعه الرياضيين بيضحكوا عليها، او العقل السليم في الجسم السليم. طبعا ده الكلام ده صحيح الى حد ما، لابد ان تكمل العباره الى بوجود او بفضل الغذاء السليم. لو مفيش غذاء سليم لا هيبقى فيه العقل كويس ولا هيبقى الجسم هينمو كويس. طبعا ايه هي مكونات الوجبه الغذائيه بصفه اساسيه؟ الصفه الاساسيه احنا عندنا بروتين، عندنا دهن، عندنا كربوهيدرات، عندنا املاح معدنيه، وعندنا فيتامينات والياف. ماشي؟ طبعا البروتين عارفين ان ده ماده اساسيه في تغذيه الانسان منذ الولاده، حتى من فتره الجنين بتاعه. ودي اساسا لابد انها تبقى موجوده حتى الشيخوخه، لان هو وظيفته الاساسيه ما هياش عمليه انتاج طاقه او حراره او حركه داخل جسم الانسان. هي يعني اساسا عشان بناء العضلات في الاطفال والناس الناميه سن احتمال النمو فوق 22 سنه، هو عبارة عن المحافظة على الأنسجة التالفة أو أي حاجة بتحصل لها، أنت لما تجي لك جرح أو قطع أو كلام من ده، البروتين هو اللي بيحل هذه العملية. الجهاز المناعي بتاع جسم الإنسان بيعتمد أساساً على البروتين. الإنزيمات اللي بتقوم بعمليات الهضم وعمليات التمثيل الغذائي بتعتمد على البروتين. فإذا البروتين هو المادة الغذائية المكون الأساسي اللي لابد كميته تبقى ثابتة في الوجبة الغذائية مع الإنسان منذ البداية حتى الممات. حتى في مرحلة الشيخوخة برضه البروتين مطلوب. على عكس الدهون والزيوت والكلام من ده، يجب ان احنا تبقى في المرحلة الأولى لغاية 30 40 سنة تبقى موجودة بنسبة حوالي 30% في الوجبة الغذائية بتاعتها. ما زال عندنا بعد السن الكبير دوت، يبقى لابد ان احنا نقلل الدهن. وأيضا مش نقلل الدهن بس، ونغير النوعية بتاعته، بدل ما بناخد دهون مشبعة وسمنة بلدي وسمنة مش عارف ايه، نتجه إلى الزيوت. الزيوت النباتية أسهل وأسهل في الهضم وأحسن في الاستفادة وأقل تأثيرا على جسم الإنسان. في حين إن إحنا لو لجأنا استمرنا في الدهون العالية في الوجبة الغذائية، ودي مشكلة كل الستات المصريات، لابد إن يبقى الطبيخ بتاعنا فيه نسبة كبيرة من الدهون. دي طبعا لما تبقى دهون مشبعة بتؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم، بتؤدي إلى زيادة الترايجليسيرات والكوليسترات الثلاثية في الدم. دي كلها بينعكس بعد كده بيترسب فين؟ في بيديني الكوليسترول منخفض الكثافه، فبيسبب صلب الشرايين وبيسبب ارتفاع ضغط الدم. وفي جزء ثاني بيروح على الكبد، وبص تلاقي يعني معظم 90% من المصريين يقول لك لما يروح يكشف عند الدكتور كبد يعمل سونار، يقول له ايه؟ فات ليفر، يعني الكبد عليه دهن. طبعا هي مش حكايه الفات ليفر، معناها ان في جزء من الدهن مغطي الكبد. دي طبعا شكلها ما هوش خطير، لكن الخطوره بتاعتها ان الكبد يبتدي يكسب او يبتدي ايه النشاط بتاعه يقل، يبتدي بقى والكبد ده اذا ما اشتغلش على طول يحصل فيه تليف، انما لناش دعوه بفيروس سي او بي والكلام ده كله، لكن ده نتيجه التغذيه. التغذيه الغير متوازنه بتعمل هذه المشاكل، سواء ضغط دم او صلب شرايين او القلب، برضه امراض القلب راجع عليه الدهون. فاحنا بنقلل الدهون ونغيرها بعد سن ال 40. بالنسبه للبروتين احنا طبعا الناس بتقول لك يعني ايه انا اكل ربع فرخه ونص فرخه، الكلام ده ما هوش بالدرجه ديت. يعني انت محتاج اساسا احتياجات البروتين اليوميه بالنسبه لجسم الانسان تحتاج تقريبا نص جرام لكل كيلو جرام من وزن الانسان. يعني لو انت عندك 70 وزنك 70 كيلو، هو ده الوزن المثالي تقريبا،
من 70 ل 80 فانت بتحتاج في هذه الحاله نص جرام يعني 35 جرام بروتين في اليوم، مش تاكلهم في وجبه واحده يعني الفطار والغدا والعشاء فبتوزعهم، وبتاخد هذا البروتين سواء من بروتين حيواني او نباتي زي ما هنتكلم بعد شويه. طبعا هذا البروتين احنا هنتجاوزا هنقول ان البروتينات بتاعتنا صعبه في الهضم والكفاءه بتاعتها مش كويسه او الجوده بتاعتها مش عاليه، مفيش فيها احماض امينيه ضروريه مطلوبه بالنسبه للعاليه فنخليها جرام ست الحامل متجاوزه الجرام ونص، ست المرضى برضه متجاوزه جرام ونص بخلاف مرحله المضاعف ومرحله الحمل. ماشي. طبعا في حاجات ثانيه دي الكربوهيدرات الحمد لله متوفر عندنا، العيش هو موجود ما بقاش فيه ازمه ولا بتاع، في المكرونات في الحاجات دي كلها دي بتعتبر هي المصدر الرئيسي لانتاج الطاقه. ماشي. لانتاج الطاقه وبعدين الطاقه المنتجه من الكربوهيدرات او من الدهون بتبقى طاقه نظيفه، يعني في طاقه نظيفه وطاقه غير نظيفه، يعني بيبقى عباره الجزء ده بيتحرق داخل خلايا الجسم بيديني ثاني اكسيد الكربون بيديني طاقه او حراره بتخلي جسم الانسان سخن يقوم بالحراره من العمليات اللي هي الاكتيفيتي المختلفه بتاعت النظافه بتاعتها. لان الفرق بين الميت والحي هو عباره عن حفظ ذاتك على جسم زي ده بارد خلاص ما عندوش اي نشاط. فطبعا الكربوهيدرات ميزتها ان هي بتنتقل يعني بيتحرق الجرام الواحد الى ثاني اكسيد الكربون والميه بيديني 76 كيلو كالوري من الايه من الطاقه. وما بيبقاش فيها مشاكل. الدهن نفس الحكايه بس بيدي اكتر بيدي 9 كيلو كالوري. لكن بنبص نلاقي البروتين لو انا استغليته بقى في انتاج الطاقه دي ماهيش طاقه نظيفه. ليه؟ لان هبص الاقي بالاضافه للثاني اكسيد الكربون والميه اللي بتطلع بيطلع عندي يوريا بيطلع يوريك اسيد بيطلع امونيا دي كلها بتبقى مشاكل. مشاكل في ايه؟ في الاجهزه الاخراجيه اللي هتطلعها، الكبد بيشتغل اكتر من طاقته، الكلى بتشتغل اكتر من طاقتها، الكلام ده كله. ولازم تعمل نفسك بقى يعني اذا كنا احنا نخلي البروتين، لان البروتين ده اساسا المفروض ما يخشش في انتاج الطاقه لانه يعتبر مكلف، مكلف اقتصاديا ومكلف تغذويا داخل جسم الانسان ومفيد على صحه الفرد. فاحنا نخلي البروتين للواجبات الاساسيه بتاعته. بالاضافه يعني لو عادتنا البروتين ما بنلجاش ليه الا في حالات الصيام الطويله او المجاعات والكلام ده، وبيصحوا عاده في تدهور في صحه الانسان. يعني الناس اللي عندها نقص تغذيه او سوء تغذيه والكلام من ده، الجسم بيبتدي ياخد العضلات ويحرقها عشان يتفقد. فبالتالي بيبقى في نقص في الجسم، لان المفروض احنا ما بننتجش الا هذا العمليه. من المكونات الثانيه اللي موجوده الكربوهيدرات برضه ان احنا ما نصرفش، يعني في نوعيات من الكربوهيدرات دايما زي السكريات والحلويات والكلام من ده. دي بتدي طاقه بس بتبقى مشكلتها فيها تسوس اسنان وبيبقى فيها مشاكل ثانيه. احنا المفروض ايه او ممكن يدينا مرض السكر وبتاع فاحنا نلجا للسكريات العديده اللي هي زي العيش والمكرونه والكلام ده. الحلويات دي اقل ما يمكن، ودي طبعا في ظاهره في الشعب المصري كله ان الشاي بيشربوا ثلاث اربع خمس كوبايات شاي في اليوم ويحط على الكوبايه تيجي تساله كوبايه الشاي بتاعك سكري يقول لك عادي. طب عادي كام يا عم؟ اربع معالق، خمس معالق، ثلاث معالق، اقل واحد قال لي عادي دي ثلاثه. فاصبح هو ما بيشربش شاي، ده هو بيشرب سكر، السكر في شاي في الحقيقه. لكن المفروض يعني السكر في الشاي ما يزيدش عن معلقه. اللي هو يعني نفسه وتقصى شويه لما اخذ يعني في اللفظ وبيحب سكر كتير خليها معلقه ونص. لان انت لما تيجي تحسب انت لو اخذت خمس كوبايات شاي في اليوم وتحط فيها خمس معالق سكر هتلاقي ربع كيلو سكر في اليوم. يعني ربع كيلو سكر صافي غير اللي هي الحاجات الثانيه يعني اللي هي السكريات اللي جايه بقى في الفاكهه والخضار وفي العيش وفي المكرونه وفي الكلام ده. طبعا السكريات والحلويات بالذات احنا لابد ان احنا نتعامل معاها بحرص عشان انها تعتبر من السموم البيضاء، يقول لك ايه ثلاثه سموم بيضاء السكر والملح والدقيق. نعم. نشويات زود الوزن بتاعك لان اصل النشا بيتحول للسكر برضه داخل الجسم ولكن بياخد وقت على ما يتحلل من النشا الى السكر لان الجسم يعني جسم الانسان ما بيتدخلش في انتاج الطاقه غير سكر الجلوكوز. اي سكر بتاخده في الوجبه الغذائيه بتاعتك لابد ان يتحول عن طريق التفاعلات الانزيميه داخل الجسم وقبل ما يخش الدم يخش على الدم. يحول الى جلوكوز عشان هو ده الاسهل. لان تخيل بقى لو المخ بتاعك ده خد بروتين عشان ينتج بيه الطاقه هيطلع بقى فيه يوريا وفيه امونيا وفيه الكلام ده في المخ هتفكر ازاي؟ هيحصل لك هتولع. ايوه فالطاقه النظيفه هي عباره عن سكر بيدينا شويه الطاقه اللي احنا عايزينها وبخار الماء وثاني اكسيد الكربون بيطلعوا عن طريق الفم وعن طريق الرئتين الجسم مفيش مشاكل عنه.
لكن كان بيبقى له مشاكل. دي طبعا الحاجات المكونات الاساسيه. في مكونات في الماده الغذائيه ما هياش ما نقدرش نقول مش اساسيه، ولكنها هي ما بتخشش لا في انتاج الطرفه ولا في بناء العضلات ولا في تكوين الهيكل العظمي بتاع الانسان ولا الكلام ده، ولكنها لها دور اساسي في الاستفاده من الوجبه الغذائيه بتاعتك اللي هي عباره عن الالياف. والالياف ديت اللي هي بنسميها الالياف، كنا زمان اول ما ابتدينا في الدراسه والكلام ده يقولوا لنا الالياف كل ما تزيد الالياف في الماده الغذائيه كل ما قيمتها الغذائيه بتقل، يعني لانها بتقلل معامل القبض، لكن اتضح ان هي طبعا لها دور غير مباشر، ان هي بتتخلل البلعه الغذائيه اللي انت بتاكلها ديت، لما تخيلك تاكل بقى حته عجينه زي المكرونه بالبشاميل ولا الكلام ده تاكلها تنزل المعده بتبقى نازله عامله زي الكوره عجينه. شغل الانزيمات عليها صعب، عمليه التفكيك بتاعها صعب، عمليه الهضم بتاعها صعب، لكن لما دخل معاها شويه سلطه فبتبص تلاقي البلعه ديت ابتدت زي الرمل لما تحطه مع التربه الطينيه تفككها. كان تزود السطح النووي بتاعها، يعني بمعنى اخر بتزود الانزيمات اللي هي بتشتغل عليها، وبالتالي بتتهضم بسهوله وبتستفيد الجسم منها وهكذا. لان اي ماده غذائيه لابد تمر مرحله الهضم ومرحله الامتصاص. الامتصاص بيجي على الهضم، وبالتالي التمثيل الغذائي ياتي بعد ذلك الجزء الممتص من الجزء المهضوم من الماده الغذائيه. فالماده لو اتهضمت في معدل 20% فانت فقدت 80% من القيمه الغذائيه. فالالياف المعدنيه او الالياف الغذائيه الخام دي موجوده في الخضار وموجوده في الفاكهه، ودي لابد عمليه اساسيه انها تبقى موجود في طبق السلطه في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. يعني معاك حتى ما تلاقيش طبق يا عم خد كده وكلها مع مع الوجبه بتاعتك. دي بتساعد برضو على ان القناه الهضميه بتاعتك اي تراكمات فيها مسح، يعني بتعمل عمليه كنس للقناه الهضميه، وبالتالي وبالذات الجزء الاخراني اللي هي القناه القولون، فبالتالي بتمنع سرطان القولون. ماشي؟ فاذا الخضار والفاكهه الفريش دول او الطازه بتمتاز بان موجود فيها املاح معدنيه، والجسم محتاج املاح معدنيه. يعني احنا بنلاقي في الناس اللي عندها انيميا اساسا بسبب الحديد، عندهم الحديد ممكن ياكل وجبات فيها حديد بس الحديد الصوره بتاعته غير مكتمله او صعب الامتصاص بتاعها، فبيظهر عنده حد الانيميا مقصود الهيموجلوبين وكده. احنا عارفين الهيموجلوبين وظيفته الاساسيه هي نقل الاكسجين اللي بيقوم بحرق المواد الغذائيه. يعني اذا ما اتنقلش الاكسجين بكميه كافيه الى كل الخلايا بتاع الجسم، الجسم ده فيه اكثر من 3 تريليون خليه عايزه اكسجين على طول عشان تستمر التفاعلات بتاعتها. فاذا كان كميه الهيموجلوبين منخفضه فكميه الاكسجين اللي بتوصل للخلايا دي ضعيفه او كميتها بسيطه، فعمليه الاكسده تبقى ايه اقل. عشان كده بعض الاحيان الناس بتبقى عندها انيميا ولا عندها حاجات بتلف في الاطراف بتاعتها اطراف رجليها تلاقيها بارده، مفيش دم بيوصل عندها، مفيش اكسده بتحصل في هذا الجزء. فالهيموجلوبين طبعا ايضا الناس اللي بتبقى عندها نقص في الهيموجلوبين بتبص لو طلع درجتين سنه عمال ينقص مش قادر لان مفيش كميه كافيه من الاكسجين. فالاملاح المعدنيه مهمه جدا، مش بس عشان تكوين الحديد، عشان الانزيمات، عشان برضو عملية التوازن بتاع الضغط السموز بتاع الدم والكلام ده كله بتبقى مهمة جدا. نيجي برضو نبص نلاقي متوفر لنا الخضر والفاكهة الطازجة حاجات تانية زي مضادات الأكسدة. كل ده بيتكلم عن مضادات الأكسدة، لأن طبعا احنا بنقول إن بيبقى فيه أكسدة نتيجة تكون أكسدة الدهون، بتكون فيه بعض المركبات اللي هي الغير كيماوية لا لو تواطدت بكثرة في فترة طويلة حوالين الخلايا تحولها الى خلايا سرطانيه. لان طبعا اي انت دي بتبقى الخلايا بتتعرض لستريس او لضغط الماده المزعجه ده تعملها ميوتن او تعملها عمليه تطفر، وبالتالي تتحول من خليه عاديه الى خليه سرطانيه والعياذ بالله. فالمضادات الاكسده ديت بتشيلها تخلص الحاجات دي. فدي طبعا المفروض ان احنا نهتم بيها. الالوان اللي هي الصبغات دي برضه تعتبر من مضادات الاكسده. يعني عندنا مضادات الاكسده كل ما كانت المكونات بتاعتك فيها الوان كثيره زي البرقوق دلوقتي طالع، وعندنا المانجا، وعندنا الخيار، وعندنا الشيء كلها فيها كل ما كان فيها ملونات اكثر كل ما كان فيها مضادات اكسده وبتبقى افيد. وبعدين احنا لازم نبقى عارفين ان اي ماده غذائيه في الفيتامينات بتاعتها بتروح اثناء عمليه الطهي واثناء عمليه التسخين المتكرر والكلام ده. فاحنا بنعتمد على المواد الغذائيه طازجه من كمصدر للفيتامينات والاملاح المعدنيه من المواد الطازجه.
لكن واحد يقول لك لا انا هاخد ما اعرفش منين والكلام ده ما بيجيش معاك. طيب يبقى احنا اذا الماده الغذائيه بتاعتنا بتبقى مهمه جدا لان انا بغذي نفسي اكتر يعني لابد الاسراف فيها ما هوش مطلوب لان احنا زي ما اتفقنا ان هي الوجبات ما هياش عملت ان انا املا المعده وبس لكن التوازن بتاعها هو اللي بيبقى مطلوب. فطبعا الزبا في عندي مشكله بالنسبه لست البيت بالذات يعني ازاي تجهز الوجبات بتاعتها او هتطبخ ايه النهارده؟ جوزها كل ما تيجي تصبح الصبح تقول له اعمل لي اعمل لكم ايه النهارده؟ اقول لك اللي تعمليه اللي تلاقيه مش عارف ايه اي حاجه. طبعا اي حاجه دي بتبقى بالنسبه لست البيت او الست اللي هتجهزها دي بتبقى مشكله تقول لي اي حاجه اجيب ايه اي حاجه دي. ففي جنب احنا عملنا هرم او في معمول هرم يا جماعه موجود مع الباشمهندس هرم حطينا كل المواد الغذائيه اللي موجوده في على مستوى العالم كله كل بلد حسب الامكانيات بتاعتها في هذا الهرم. القاعده بتاعت الهرم دي كبيره طبعا اي شكل هرم يبقى القاعده اكبر كل ما تطلع لفوق فبيبقى موجود فيها المواد الكربوهيدراتيه كلها سواء خبز او مكرونه او بسكوت او شعريه او 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 لاخره فدي بتبقى موجوده في الهرم القاعده المصريه اللي بتبقى كميتها اكبر يعني المفروض تاخد فيها من 6 الى 11 قصه على مستوى اليوم مش في الوجبه الواحده ماشي؟ فيعني نص رغيف كفايه ما يبقى معاك نص رغيف مع طبق رز يبقى ماشي. على فكره انا ما شفتش فيها يعني لما انا لفيت العالم من جبته من اليابان لغايه امريكا ما شفتش حد بياكل رز بالكميه بتاعتنا دي رغم ان الجماعه بتوع جنوب شرق اسيا ده انا عشت معاهم 6 سنين في دراستي في عراق الهند ودول ما عندهمش عيش العيش بتاعهم ده ما بيختلف عن العيش بتاعنا لا الا ان الرز موجود الرز موجود في الفطار وفي الغداء وفي العشاء لكن طريقه الاعداد مختلفه وطريقه الوجبه اللي بياخدها منها مختلفه يعني هو هناك احنا بنظرف الست بتمرق لجوزها ولا لاولادها طبعا بسم الله ما شاء الله قد كده هو هناك يغرف بالمعلقه يقول لك يعني ايه 3 معالق 4 معالق 5 معالق لان هو عامل حسابه انه هيجي مع الرز في قاعده الهرم موجود عنده الرز وموجود منه العيش وموجود منه المكرونه والكلام من ده فيبدلوا ويكملوا بعض. فاحنا المفروض نقلل من هذه العمليه وقال الولد ياكل ويرمي الباقي. هناك كان الدكتور في الجماعه بتوع الهند يقول لك لازم يرجع الطبق بتاعك نظيف مغسول مفيش فيه حتى واحده. قال لك احنا كشعب الهندي في عدينا المليار لو رجع كل واحد في كل وجبه حبايه رز واحده يبقى هنطلع قد ايه في اليوم في السنه يبقى قد انتاج العالم كله من الرز هيضاع علينا عضل. ها؟ لا ما البطلون ده عضل. ما احنا عندنا سيستم مختلف انت فاهم. نيجي في الخطوه او في نطلع السلم الثاني من الهرم الدور الثاني. الدور الثاني ده طبعا معظم الحاجات فيه بتبقى فريش اذا كانت فاكهه او مطحيه اذا كانت خضر او الخضر مع الفاكهه تخش في الفريش برضه زي سلطه الخضر سلطه الفاكهه او الحاجات اللي احنا بنخلطها مع بعض دي بتبقى الخضر والفاكهه ودي طبعا بتبقى مصدرها هي اساسيه جدا